السلام عليكم. اليوم نشوفوا وين وصلت الأشغال بالمقر الجديد لمجلس قضاء سطيف، والعلم أنه فيه خريطة نتاع مجالس القضاء على كل تراب الوطني، حيث أنها ارتقت بهذه الخريطة بإنشاء مجلس قضائي شامل، يعني يشمل كل الولايات في كل ولاية، وهذا واحد منهم، واحد من أجمل المجالس القضائية، ومن يعني من ناحية طريقة البناء نتاعو ستريكتير ميتاليك ميكست، إذن وفيه نوعية جيدة جدا، والأشغال راهي تقرب من النهاية. وبالمناسبة أشكره وأحيي إطارات ومسؤولي ولاية سطيف على الجدية في الإشغال، لأني لاحظت جدية كبيرة ومهنية كبيرة في تسيير المشاريع نتاع ولاية سطيف، وأنا أحييهم وأتمنى لهم المزيد من الجهد والتفاني في العمل. والسلام عليكم.